اكواب التيراميسو. احنا هنعمله النهارده بطريقه سريعه وبسيطه، مش هيحتاج مننا ولا وقت ولا مجهود عشان نعمله في 10 دقائق نكون مخلصينه. مقاديرنا هتكون عباره عن بسكوت ليدي فينجر، ده موجود في السوبر ماركت متوفر جدا، ممكن نعمله في البيت بكل سهوله برده. هنشرب البسكوت كوبايه ميه عليها معلقتين كبار من القهوه سريعه الذوبان. اما الكريمه بقى هتكون عباره عن 12 مكعب، انا عايزه ابص بس على اللي في الفرن واحنا بنقول المقادير، 12 مكعب من الجبنه الكريمي اللي هي المكعبات، عندنا كمان كوبايه وربع من كريمه الخفق اللي هي بتاعه الحلويات، وايه كمان نص كوبايه كريم شانتيه باودر خام، عندنا علبه قشطه، عندنا نص كوبايه حليب مكثف محلى. دي مقاديرنا للكريمه. والوش طبعا هنزينه او هنحط على الوش شويه او رشه من الكاكاو الخام. ويلا بينا بقى على طول نبدا نعمل الاول الكريمه. هحضر كده بوله، تعالوا بقى نحط كل مكونات الكريمه. ادي كريمه الخفق، عندي القشطه، ادي علبه كده من القشطه ضيفها، حطينا كريمة الخفق، حطينا الكريم شانتيه الخام، حطينا مكعبات الجبنة، حطينا كمان الحليب المكثف المحلى، وادي الكريم شانتيه الخام البودر والقشطة، حطينا كل مكونات الكريمة. خلاص تعالوا بينا بقى بالمضرب كده ونضرب الكلام ده كله مع بعض. بسم الله. هنقعد نضرب في الكريمة دي مدة ما تقلش عن 7 دقايق علشان كل حاجة تتجانس مع بعضها والقوام كمان يبقى هش ومظبوط معاك. تعالوا بينا بقى نعمل تشريبة الليدي فينجر، هتبقى عبارة عن قلنا كوباية مية، معلقتين كبار من القهوة سريعة الذوبان. تمام يلا بينا هنقلب الميه مع القهوه سريعه الذوبان لغايه ما تدوب تماما عشان نبدا نغطس فيها بسكوت الليدي فينجر ونبدا نعمل الاكواب بتاعتنا. كده احنا ممكن نطلع فاصل عشان انا اكمل ضرب الكريمه من غير ما نعمل دوشه، ونرجع لكم على طول اعمل اكواب التيراميسو بعد ما ضربت الكريمه كويس جدا. حطيتها في كيس حلواني او كيس ثلاجه اللي متوفر عندنا، مش محتاجين نحط فيه التب او البلبله اللي من تحت، هيبقى ساده زي ما هو. بدات اعمل طبقات من بسكوت الليدي فينجر مع بعد ما بسقيه او بشربه من الميه اللي عليها قهوه سريعه الذوبان. تمام، واحط طبقه كريمه، طبقه بسكوت، طبقه كريمه، اهم حاجه في الاخر هتبقى اخر حاجه معانا طبقه كريمه، وناخد كده شويه من الكاكاو وابتدي احط على الوش بس كده. حلو قوي الكلام ده، ولا اسهل من كده. في الثلاجه بس يا دوبك ساعه ساعتين بالكتير قوي علشان بس كله يمتزج مع بعضه وناخد الطعم اللذيذ. يلا نعمل واحده كمان. انا كده حطيت بسكوت تحت. تمام يلا بينا، طبقه كريمه وبعد كده البسكوت، بكسر بقى على حسب حجم الكوبايه نفسها، مجرد ان انا بنزل البسكوته تشرب على طول من الميه اللي عليها قهوه، وابتدي
اوزع البسكوت كده في الكوبايه، طبقه بسكوت وطبقه كريمه. نعمل كمان طبقه بسكوت. زي ما قلنا البسكوت ده اصلا سهل عمايله في البيت جدا ومتوفر كتير في السوبر ماركت. تعالوا نعمل واحده كمان بسرعه. عندنا البسكوت الاول، نحط في الارضيه وبالتراميسو، ولا اسهل من كده، في ثواني هتكوني عامله كميه محترمه. وعلى فكره هايله جدا الطريقه دي، خصوصا لما يكون جاي لي ضيوف وعندي ناس جايالي، فالافضل ان انا اعمل لهم كل واحد كب لوحده كده، بيبقى حلو جدا في التقديم واسهل وابسط في الاكل. والكميه اللي احنا عاملينها تكفي تعمل ما شاء الله كميه كويسه من الكوبايات. تمام، يلا بينا. ومجرد بس البسكوت بينزل على طول تلاقيه بيتشرب الميه اللي بالقهوه في ثواني. واخر طبقه تكون معانا من الكريمه. ونزين بالكاكاو الخام على الوش زي الفل.